مرحبا يا أصدقائي. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار. مؤكد أنكم شاهدتم غروب الشمس، وإن كنتم تستيقظون باكرا تكونوا شاهدتم شروق الشمس أيضا. لكن إذا كانت الشمس تظهر صباحا وتختفي ليلا، هل تساءلتم أين تذهب حين لا نراها؟ الجواب: لا مكان، لا تذهب إلى أي مكان. في الحقيقة نحن من نذهب، لأننا نعيش على كوكب الأرض. كوكب الأرض الذي يدور حول نفسه دورة كاملة تحتاج 24 ساعة لإتمامها، وينتج عنها الليل والنهار. انظروا هنا يا أطفال، عندما تكون الشمس قريبة من سطح الأرض يتكون لنا النهار، وعندما تكون الشمس بعيدة عن سطح الأرض يتكون لنا الليل. انظروا إلى النهار، تكون الشمس به مضيئة وساطعة، والشمس هي جسم مضيء تمدنا بالحرارة والضوء، ونستطيع من خلال النهار القيام بأعمالنا وواجباتنا. أما عن الليل، يظهر بالليل القمر وهو جنب سماوي مضيء، ونحن في الليل نخلد إلى النوم والراحة لنريح أجسامنا ونكون في هدوء وسكون. فسبحان الله على تعاقب الليل والنهار، والحمد لله على نعمه.